أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل خروج الدم من الأنف أو من الجروح يعتبر من نواقض الوضوء؟ إذا كان كثيرا فقد ذكر الفقهاء أنه ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء لأنه قل من يسلم منه، لكن إن كان كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء. ولكن لم يثبت في هذا الحقيقة، لم يثبت به دليل، وإنما هذا قول الفقهاء رحمهم الله. الله أعلم. نعم.